صفد. في أقصى شمال فلسطين تقع صفد، والتي تعد من أقدم مدن فلسطين. أسسها الكنعانيون على مقربة من صفد، أعلى جبل في فلسطين، جبل الجرمق، ويرتفع أكثر من 1200 متر عن سطح البحر. ورد ذكر صفد في نقوش فرعونية تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وعرفت المدينة في العهد الروماني باسم صيفا، ويعني القلعة الحصينة. احتلها الصليبيون في القرن العاشر للميلاد، وأقاموا فيها قلعة صفد التي لعبت دورا كبيرا في الحروب الصليبية بفضل إشرافها على شمال الجليل وطريق دمشق وجبلي كنعان والجرمق. حرر صلاح الدين صفد عام 1188 للميلاد، واحتفظت المدينة طوال العهد المملوكي بوضعها كإحدى نيابات السلطنة في بلاد الشام، ومحطة من محطات البريد المحمول بالحمام الزاجل بين الشام ومصر. عام 1948 قبل النكبة كان عدد سكان صفد أكثر من 13,000، وكان قضاء صفد يضم أكثر من 60 قرية. في 16 من إبريل نيسان لعام 1948 انسحب الانتداب البريطاني من صفد. قاوم الفلسطينيون ببسالة الصهاينة، لكن الصهاينة المسلحين والمدربين من بريطانيا تمكنوا من احتلال المدينة بالكامل في 12 من مايو أيار. نشأت في صفد صناعة اللباد معتمدة على الأصواف التي توفرها أغنام المنطقة، وكانت الصباغة بالنيلة ونسج الأقمشة القطنية من مهن أهالي صفد، واشتهرت بصناعة الحصر والكراسي من نباتات سهل الحول المائية. وتعبر أراضي صفد أربعة أنهار هي حصبايا وبانياس والدان والبريغث، التي تنبع من جبل الشيخ وتصب في نهر الأردن. وتضم صفد عددا من المعالم التاريخية العريقة كالمسجد الأحمر المشيد من الأحجار الحمراء المصقولة، وجامع الشيخ نعمة، وجامع الحمام العنبري، بالإضافة إلى جامع الأمير فيروز. ما زالت معظم بيوت الفلسطينيين في مدينة صفد كما هي منذ النكبة، تنتظر أصحابها الذين لم يتنازلوا عنها أبدا. لا يذكر تاريخ فلسطين دون الشهيد فؤاد حسن حجازي، الذي أعدم مع رفيقيه عام 1930 لأنه شارك في ثورة البراق. فؤاد هو ابن صفد، خريج الجامعة الأمريكية في بيروت آنذاك.